السلام عليكم، يا دو جيمنج. النهارده يا جماعه نلعب مع بعض لعبه روبلوكس في ماب دورز. طبعا كلكم عارفين. لا انا عايز اركب مع حد، استنى خدني يا كابتن. النهارده هنلعب في ماب دورز. هشترك مع تركتش. الماب دي اتطلبت مني مبدئيا كده، عشان يعني ما نكذبش على بعض، الماب دي اتطلبت مني فنلعبها مع بعض النهارده. لعبتها قبل كده بس يعني ما كنتش بحترف فيها قوي، كنت بوصل للباب 30 او ال40 واموت، ف مش فاكر يعني. بس النهارده هنلعبها مع بعض، واملي ان احنا نكسب. املي 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 املي. الماب دي مش رعب. ان شاء الله يعني الماب دي مش رعب، يعني اكيد مش طبيعي ان انا بلعبها الساعه 1 بالليل، ويعني المفروض الفيديو ده متصور الساعه 1 بالليل وهينزل الصبح. فا ايه ده، ايه ده، فيه الاسانسير مش بيفتح ليه وانا لوحدي؟ اكيد لا، لو لوحدي هتشل. ايه ده، المفتاح افتح. لا افتح يا ابو عمو. ده لازم استنى موت ده بقى. اوكي ضلمة. الباب ده مفتوح صح؟ احب البيبان المفتوحة دي. خش هنا، هات المفتاح. انا حافظهم يا جماعة الحمد لله يعني. افتح يا ابو عمو بس كده. اللي بعده باب 4، باب 5 6 7 8، مش عارف الدنيا عاملة كده ليه. 9 10، لازم استخبى. لازم استخبى. 11، وانا نزلت تحت. استنى تحت بقى، لازم ندور على المفتاح كويس جدا. فدور يا ابني. ننزل هنا على ما اتوقع. امشي 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 امشي. وهنا الطريقة تقريبا. في سجن ولا ايه؟ ايه يا عمو ده، دي اللي بالجوانة دي. اهو السويتش والباب ال 12. صباح الرعب. فين الباب بقى؟ فين الباب؟ الباب فين؟ نوتيفيكيشن من الديسكورد بقى كده. خليني جايز. ماشي. فين المفتاح؟ هو الباب ده؟ طب ده نفتحه ازاي ده؟ انا مش فاهم حاجة، اقسم بالله العظيم 3، انا ما فاهم حاجة. ده الباب 11 يودينا للباب 12. ده لغز اللوح. لا ده ايزي ده. اوكي ايه يا عم اللخبطة اللي انا عاملها دي؟ حط ده هنا لا العكس. لا ما برضو العكس. بص بص بص، احنا ناخد، احنا هو ده يتحط هنا وده هيتحط هنا وده. ده في الباب المفروض يفتح يعني ولا ايه؟ الباب اللي ورا اتفتح. لا لسه مفتحش. ودي هناخدها هنا. اوكي انا فهمت كده خلاص. ناخد دي، ناخدها هناك. حلوة اوي كده. هنلعب الماب دي مع الشباب كمان. الماب دي جامدة جدا. ايه ده، الباب هنا اصلا؟ نور مقطوع كده ليه؟ بخاف انا برضو. النور مقطوع. ايه السلالم دي؟ حد يظهر لي مرة واحدة كده. هي محاولة واحدة عشان مش لا. استخبى استخبى استخبى. ظهر. موت. ندي محاولة ثانية وخلاص عشان انا تعبت. هو يعني طب ايه اللي حصل؟ انا كنت هستخبى، مش عارف ايه اللي حصل الصراحة. فين الناس اللي كانت معايا اصلا؟
يعني ايه اللخبطة يعني الجميلة دي؟ ماشي يا كابتن، ماشي. هيدفون ايه بس ولا وقته؟ الهيدفون قال نخش مع الشباب دول، راحوا لوحدهم. نركب مفاف ده، هركب فينا من شباب. ركزوا يا شباب، اللي معانا دول يركزوا. ريت يعني ركزوا. ايه ده، مين اللي في سمكة في راسه ده؟ دول هيودونا في داهية. انا كنت حاسس بكده. جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ الا عدنا. احنا معانا الحاج ده، ابو السمكة اللي هيودينا في داهية، ومعانا الدماغ البطاطس اللي يعني برضه هتوديها في داهية، ومعانا الحاج ده، ومعانا ده. فدول المفروض يكونوا جامدين ولا ايه؟ 4 3 2 1. الباب الأول، افتح كابتن الباب الأول. ايه التاني؟ ايه التالت؟ الرابع؟ الخامس؟ السادس؟ السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ العاشر؟ 11؟ ترتيب اللوح، ترتيب اللوح ده سهل قوي، اسيبه عليهم بقى. ال12، انا حاسس فيه لخبطه في الارقام. ال13، ال14، 15. استخبوا ليه؟ هما ليه كلهم استخبوا؟ اهي وانا اتمسكت. لا بجد والله اتمسكت. الله، ده اتمسكت وانا بقى مستغرب ليه اتمسكوا. ايوه، استغفر الله العظيم يا رب على دي لعبة. The lights will always flicker when he near wherever this happens finds a hiding spot. وانا ايه ده يا عم، ده بعمله ده؟ انا مت كده خلاص، هما كلهم كملوا ما عدا انا. لا، مع نفسكوا بقى كويس. طبعا انا اعرف حد هنا ربكم عجبكم في دينا، لو عجبتوش اشتركوا على مشتركتوش. دي تجربة في ماب دورز، في ماب دورز اللي كنت عايزين نفتح فيها ستريم، اللي انا عمري ما العبها ولا افتح فيها ستريم تاني ابدا. بص قدامي يا حبيبي، الكاميرا قدام، وانت يا كابتن انت واقف في وشي ليه؟ فلو عايزين نلعبها مع الشباب قولوا لي واحنا نلعبها تاني. بس يلا، بيس وسلام.